زينب عبد المنعم محمد عثمان مشيت المسافة الهوية بتلحق بدل عثمان عشان الجواز صرت وحدك. ماشي، يعني انت من دار عثمان؟ من اي عيلة؟ سيدي اسمه محمد ابو ابويا وابوه اسمه عثمان. اه وكلها عيلة وحدانا. اه انتوا من دار وحدانا؟ اه ترجع لوحدانا بالنصر. ولا نعم. واي سنة انولدتي؟ ولا بعرف وين انولدت، طلعت بنت 5 سنين بقول لك. اه يوم التهجير؟ بنت 5 عزب، صاروا مدرسة، بقت مدرسة للبنات للشباب. راحوا بنوها في المسار بتاع اللي بيهوت على غربة على بتهوت طريق الرملة وتلف طريق شو اسمها هذه البرية. والله في المسار ضربوا يبنوها. هناك الأستاذ الله يرحمه العمر الجم. شو اسمه؟ اسمه الأستاذ علي بدوان، يعني هو أسس كان بده يبنيها. مكرم إنما هو من دار وهدان. راحت المتتحرات أكريني كان كأيام تعملها ومطاحة بالساعدة بحطها، بس 5 سنين ما قدرش. أمك أخذتك عن المدرسة عشان تتعلمي؟ أه يا أمي بربة والله كرطت قميصة ميهد لم يلمش لها هذا القميص، كرطت وسعت لها الشنطة هركت وعطاني دفتر كدادي كان وكلم. وبعدها صرنا يا أخي يروح يصير للناس بدت تتخرب تكاسمي. استني، رحتي على المدرسة؟ يوم برب يوم واحد والله ما سنيت في عنابة. ليش؟ بتقول لك صاروا يروحوا الناس يعزوا ويدرسوا وروح المغرب زي هركات وهركات أبرتش خروا هاد كلنا خربوا تكاسمية وأرض خروبة يهجوا الناس بالبكر وبالغنم والولاد الصغار والهام وماتوا برا. ليش يهجوا؟ يطلعوا. ليش؟ يلا خلي لك بالك يا لكوت الهدول النبلية موش بكو يا أخويا مسقطتش الرملة وليد سقطت عنابة بكو يزكوا. طب هي كبنيت جيزار كبنيت يجروا من الشرد يشردوا بالكرد الصغار بالدوام وبتجلسوا. ليش بكو يشردوا؟ صلي على النبي. هاي هادي الجنزو هاي هات منها تحجفنا علمنا بلغات هذي كعين سينية. احنا اليهود بين البرية وبين الكباب شايف هم عاد بعض خطرات يطلعوا فيها الليل يصيروا ينافسوا. والله بنهدر يا سين انه راح ابوي يتوعى هذول وليه انت اللي شوت صبر وهم يصبحوا رايحين. كان معاهم كل واحد بارودة. عمي بعدها بات مرته أبو سعيد الله يرحمه وقال أبو في عيب غير اشتري بارودة شرى بارودة يروح يجين الشباب اللي زي ابن هاب واللي زيك يسهروا لسان أخوي كان يحاموا عن البلد. لما صارت الهجمة على دير ياسين واليهود بعيد منك وسخوا واللي يمشي المهمة مش يهود عما أظن خبر لو أنا بكيت يقولوا كلهم من هذا التعيين بعين منك الخوان اللي بكوا يكبوا ياخذوهم معاهم مع اليهود. طيب لما سمعتوا عن دير ياسين شو صار؟ شو صار؟ الناس أهل عنابي لما بكوا يهجوا ليش بكوا يهجوا؟ بكوا يسمعوا طخ؟ بكوا حد يطخ عليهم؟ الله خلي لك أهل عنابي. أهل عنابة لما الجيش العراقي الأردني أشهدها بالله أنه كاوم لما كاوم الكايد تابع بقول لك أنا بنت 5 سنين حتى الله ما بزيد أظن يوم يوم 5 يومين لما سقطت كمبانية جيزر فزعوا الناس ينهبوا شايفتي اللي العربة اللي الجمال اللي ما ليش شي يحمي العراسة فزعت عنابة مع جمزو مع الكباب مع التل والتليلة هي وين الكمبانية جزر في أرض الكباب أرض إبراهيم حسن والمصلى على سيدنا محمد بخو بده يودي ابنه يتعلم دكتور في مصر بكي يروح يتعلمه آخر تعليمه
وشو يا حبيبي امك؟ حطوا هالدكتور اللي جاء كان على جنب هالاسفل مشان الناس يروحوا يهنوا. اتشاشت هالواحد خميل هين تجيب هالنبوت طويل مش عصا طولها نبوت طوال تحطها ودير فوقها شوي زيت لما كهربا لما كشي مشان يركصوا فيهن ويكونوا الدحية. اجت الكافلة من تل أبيب ومركت على القدس صمدوا على الدكتور في صدر معطوية شايف ابن علي حسن وابوه ابراهيم حسن هذول اخوة. من وين هذول؟ من الكباب. بمية راح يدس طخوه وانقتل؟ طخوه. قال له يعقوب شو سويت فيا؟ قال له حبيبي حكك على راسي حكك على راسي. طب بعد ما راح الدكتور شو حكى على راسي؟ ما راح. انت شو عرفك فيه الدكتور؟ يا خيتي مش راح اروح لنا بقى عمي لي يحبني حملني عتفه والله انا ركبته كم سنة اتفرج والشطر اللي يرقص بقول لك المساء اللي ظل للصبح حطوا شبر حطوا جاكيت حطوا شيء ودي رفاقها زيت على راس نبوت هنا بس سات طوال ويرقص. هذه الكافلة لو ما في الله بيعلم واحد بيعلم غير رب. طيب انت قولي لي تذكري لي اخر يوم لك في البلد انت كيف طلعت من البلد؟ رحت مع مرتها متخرفك على الكمبانية شايف مرت عمي لي الله يرحمها اللي جوزها خدها بطه بفراشها من ليل زي هذا بس دايرة جمال عطت لي فيها حفلتين فزدوك هالكد طخش طخش عمر. طبعا يا ويلي لم هذاك كل كديمة كايد نكليجها في بيت سلامة فهمك لما هجم الجيش العربي على الكوبانية استحلها بعد ما فيش لما شرفته هالكيد هذاك يقول انسحاب برضك اللي مع اليهود الاخر كايد نكليجي شفت شيء يشهد الله بعيني هذولا انهن عالجسر مربيين وواحد لحس لسانه في نواها لحس لسانه ومش ميت حاطط دمهم بعيد من نفسه والله لو اشتغل الجيش اللي اردني لهبطهم بس كنا يا خالي مربطين. طيب ارجع قولي لي اخر يوم الك في البلد انو يوم شو عملتي شو اخر يوم كيف طلعتي من البلد انت؟ بنقول لك لما سقطت الكوبانيه وتشل هالناس نهم واللي مال العربايته واللي حمل الجمل واللي حملت على راسه صارت الطياره تحنك عول بلدنا وتضرب شو تضرب عجه مش يعني ضرب موت عجه هذا اللي بيضربوه على الكيت على الناس تغمض العينين وراس المسارب عند المدرسه وهودوا علم السدره وهودوا اخو ثلاث كيكات والله يا ابوي قطم الحبل عن الجمل رمى الحبل هم حبلين سكر مشان النحل وكأن النحل عنده لي وهاني السيد العزيز قامت الكردة وطلعتوا كلكم مع بعض من البلد من عنابي؟ ما طلعوش اللي بقول لك بيجي اسبوعين وهم يطلعوا ينام وتروح تخرب تقاسمية ورد يرجعوا الصبح على البلد يحرزوا ويدرسوا ويذروا ويخزنوا وبعدها الله خلي لك عمرك هذا اللي بكي هجموا سهل سيلو والله في الأول ما بكوا غير بنات فشر زي هالبنية انت سيديك ما جاي من الرملة تلقاه يطلع من كوبانية جيزر كوبانية بين الشمل هي تلا دانيان وتلا جمزو بس هي مش من أرض جمزو من أرض دانيان قاعدين في أرض دانيان بين شمل من أرض دانيان؟ ولا ولا منين يا اخو؟ جمزه ولا هالكد عنابه ولا كد اسمعك بعدها سقطت الرمله ولا شوف وانتوا وين بكيتوا؟ وين رحتوا؟ احنا كبنا من عند خربت كاسميه وشركنا وانا الشرك اخو وين جيتوا؟ على اي بلاد؟ وفتت شنايسه فتت شنايسه؟ اول فتوها طيب لما فتنا شنايسه
سقطت عنابة خلق والله ضربت الكوبانية ومن عودتني مع مرت محمود بن عمي مصطفى أبوها من البرية بس هي متزوجة ابننا انهدت في حمارتنا بعيد منك فلكت بطنها باب المضافة وراح بعيد من الله كفاها واللي في بطنها وراسها وصرت أصرخ معها عودتني أمي معها ليش؟ لحظة وين هاي الحالة صارت؟ وين صار عنابي؟ عنابة بقول أنا بهد السعيدة بكونش راح لين تحت النبتعية تحت الخروبة في برميل بعيد عنك حطم في بجرة ثلاث عدس قال عودت يعني خلص بدنا نشرد ونرحل ما جبناهنش انفلتت الحمارة وشردنا ورجع وفي غير الحمارة في ناس انقتلت أخرى في ناس في أصلي عنك عقبة ستي أم أمي وعدة ناس بعيد منك عطليلي ما تصور رجلة والعاجز بعيد عنك ستي عاجزة أم أمي تخبت وين في الطابور كلها مطلع يا ماما أنا تقول لها وين يا ماما بتشعب طيني ومغالبته إلي خط صغيرة عاد بكت تحمل همي كذا على راسها طيب ضل الست في الطابون بعيد عنك لما استحلوا البلد صار يبصوا في الطوامين وفي الغرب وفي بتاع بعيد منك البكر وبتاع الحمام وبتاع الدجاج حلف الست من ولا تحلف روح البلد قالت الست لما بهذا حط نضاو وهي عاجزة قالت اني شفت النور فض في عيني قال اطلع 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 يعني بتسمع سمع احكيتي قال له واحد معاه مع اليهود بكل هذه الدار فيها رجال هذا اختياره وحياة شرفك على الطاهر ستي وحياة عزرين اللي خذروها والله وانا خذوهم على الرملة وعزيز الغنادة وجوزها محمد بدوان بكرم ابنه من دار وحدان ما كان بعيد عنك متصور أخذوهم على الرملة كي عند ستي والبعيد منك هذا لك مفتحين هاي بتغش الرملة لما سقطت عنها استحل الرملة هان يا سيدي العزيز ابن عم أمي محمد سعيد اسمه واسمه محمود شاب وتشره الشباب لشبته وهو ما ركال مرت عم سلمان قالت لها تدي قال اليهودي كديمة صفوه في جنب الرملة 50 ولا 60 شاب اللي يحبك قلبك مين هذول الشباب تبعين الرملة من الرملة؟ من الرملة ومن اللي تبالكوا هذا محمود بن عم أمي لكوا في صندوق نجار مقتول؟ لا في روح ومخبي حالة بالصندوق كبير هيك بكوا سووا نجاجرة وسووا عاد غرف ومتعيات مشان الناس يشتروا زي ما بيشتروا حركة الناس يعني بدك تبكي حالك بأي شيء طلوهم وبطعهم على جهم زده طلعت الحرمة اللي مش متأثرة وعينيها في وجهها عزيزة الغناجة بيقولوا لها شو بيقولوا لها؟ عزيزة الغناجة عزيزة الغناجة؟ اه والله هدول يا خيبكم عيني منها والله خدت كنيتها الميمة هاي الميمون اي هات شوف من البنت عشان معيدة غطبة بالفريق بعيد عنك قالت يا بايا يا مرت عم سليمة جلهم او جوهم زبح شايف وصار انهت انو اللي حكالك القصة ستك شافتهم ست مهمة سعدك من خرامة بالرملة الحمد لله على عطاك يا كريم وعرضاك الحمد لله هنيئا طيب هنيك الحمد لله طيب طول عمرك وست كمل تفضل عم يا سيدي العزيز لما طخوهم هربدوهم هذيك اللي بتشوفها ستي عاجزة بعيد عنك الله بيعلم وين جرفوهم لا باين بعيد عنك كبور بس ما هي ستك ستك بتشوفش صح نظرها ستي بتشوفش اللي بتشوف عزيزة الغناجة واللي بتشوف جوزها اللي بتشوف احمد بدوان وبكين هذول بكون شربتك وهذول بكون مع بعض مع بعض
شربت عطلية بعيد عنك. لما أخذوهم أخذوهم بالتراب شايف تقطعوهم تنا وانت سالم اتفضل اشربه بدك بيدي خذي خذي انا شكرا اسلمي عمال تقطعوهم حد الرملة ومشوهم اسفلت اللي بيجي على الكباب وبدفن على القدس تسحت الجفتة بعيد عنك مع الظهر طيحهم نترك وخليهم شحافين من الكباب من الرملة جابوهم نزلوهم عند الكباب نزلوهم عند الكباب تحت الجفتة في الشارع اللي بدهن على القدس وقالوا لهم وين روحوا؟ روحوا على رم الله؟ على الكسلة على القدس بدهم يروحوا والله جران ست مم يشهد الله انهن مثل هذه الشكفة البعيدها 12 ريحة مكركطة ثلاث شعب وحلت شاشتها زي هالشاشة ملكتها وعصبت جريها يعني مشوا مشي لما شافهم الصليب الصليب متابعها شافهم الصليب اشي عاجل بشي بعيد عنك في وجه نظر كان لازم هذول يطلعوا في التركات رتبوهم هيصير نحن وين في الرحيل على عين الجوز تحت الراس وين؟ عين الجوز تحت الراس عين الجوز عين ايوب عين ايوب تعرف عين ايوب؟ راس بن سمحة صرنا هناك مرحيل يعني معنا غنم ومعنا بكر ومعنا جمل وكيما وكايمة لحظة بس كملي لي القصة تبعت ستك تبعت ستي وين صاروا؟ في الكشلة في القدس طيب بعد 10-12 يوم طلع الصليب والراية على متهوهي وإحنا تحت الزيتون ما على استهاد فلان لفلان فلان لفلان فلان قالت لأمي أخوي أمي هاد زريفة سلمان أبو العدين وحدان يعني الصليب جابهن عندكم عجب ما جابش أنت تروح تجيبها وتحط خرب صاري ولا وانو راح جابها امي وابوي راح جابوها راحوا على القدس وجابوها راحوا على القدس جابوها وحطوا 50 كرش من لهوست ما كانش لا يهودي ولا اردني بتاع استرني بلادنا فلسطيني حطوها ومضت امي واستلمت امها صارت امي وحياة عذرا اللي خذ روحها تحرك بعد عنك طيور وصفوها مع تراب سمكه نخلة نخلة في مخل النخل في طحين نعجل وتجيب له وتلاقي اسكا عجران يمي تلاقي اسكا عجران يمي عاودت قالت له يا عبد والله لحياة أبوي الله يرحمه الأخرى روح جيب لي من رمى الله يا ابن الحلال كنيت بعيد عنك دوا زي النيل زركة وصار فكرة دهنولها كشكشة وصار وين تحت الزيتون انت كان من عين ما ظن الشرعيه للدواب بعيد منك من عين ايوب على عين نطوخ اي عين نطوخ هذا بتكرر طلع عين كينيا وطلع المزرعه وهي يا رجل وبعدين من هناك وين جيتوا؟ من عين نطوخ وين جيتوا؟ جينا سيدي على درب زيه قال لنا معرفه درب زيه بيتونا احنا يا صغار في هالمغار يا بوي كل حدا لما بعيد عنا والله صبحنا انا واخوي وعمي وعمتي انك بدك تحطنا في مستشفى ما بلحقش علينا هذا اخوي دلم بكتش لنا هناك حاطين غنم وصيصان وصرشو قال الرحيل وانا الرحيل عين عريش هلا جيتوا من هاليوم يعني شو ما تكون المسيحية بينزعلكش ما يتفضل حطب بتروح تجيب تفضل اللي هو الشبكة تحط لك فل تشيس شرموح يعني مناسبك موعين خلي عمرك طلع والله باللي فوق الواحد وظل تحت هالزيتون وهالطين حتشرب كل الهلم زخري مسيحي والله ما حوانا ولا كانت شرها
والله شرها ابوي لعمي مصطفى وهي لها الكاس ضاركين فيها. شرها من المسيحي 200 ليرة. قديش قعدتوا بعين علي؟ قعدنا صارت الدنيا شراوير مطر وفيش ذروة. عمي إلى صاحب بن سريس اسمه أبو حسن أبو إبراهيم عرفات العمر لك راح مات الله يرحمه. قال لهن على صلاتك روح تروا على عقبة جبر. راح عمي أبو حسن عقبة جبر الله ظني زي هلكت وهلكت أبرج. وإنت معهم؟ وإني شو العجب اللي ظننا في عين عريس تيطول للشوف أنا كل مطر تنطرب تزحل. قال يوم هناك عاد سيارات الصليب عندها قدها البرند السيارة. يوم جابوها ثاني يوم الصبح بات الحسن تبعك بالجبر. أبصر لهم عرف العبو بالله. قالوا بعطوا شهادة وبعطوا 3 كيلوات طحين بيض حليب من شطر موشك والله داش الرغيف من غير وما تدري وين راحوا. والله بقول لك هذا الشغل صعب. حملونا وحط بدنا ليلتها في كراج جلزون هذا وكلمه لابو عصام. شو الدنيا دير من باب الكرم يا عبي يا امه يا امه. والله العظيم الشاحنه صبحت يفتح الباب من ورا تهدت الميه منها. ورحنا على ريحة امي وستي ودار عمي ثلاث ليال هنا في الشادر ابو ثلاث عندها. رحتوا من عين عليك على عقب الجبل؟ اه راح طال عمي ورفيقه وليكو اشي تمام ثلاثة كيلو طحين وخيمه. شو بدك اصفر انت مش عارف تتوي حالك. وقعدنا 18 مرت سيدي وعماتي واخرى عيلة ما حن صبحة عوض بكلولها مش من حملتنا يعني معرفة قعدوا في خيمة. وإحنا دار عمي مصطفى والست ام ابوي وهو هذا عمي عرفات قعدنا في خيمة 18 ما تشوفش هوا صارت يا اخويا يروحني بعيد منك علي. والعمال غادي روحن عمال عمال ميه ما يعرفنيش يرجع للطريق. ست مرت سيدي هاي عمامي طفشوا على شرق الاردن يشوفوا شغال ما وصلنا هناك ما ظنش هلا غير خلك الثور. والله شروا من ترمس عيا سيدي ابو ابوي من هان واخرى واحد بألف ليرة اردني كل البكر يبدلن وظل طول النهار هذا صور الجب لما يروح زي هيك كل روح ضرب محمد عثمان كل واحد يطب ولاده والله اللي راحت مال اللي يبطل يتخبن في الدور. اي واحد لك يكون فيها شد لورا ظهره. وبعد عقبة جبر؟ عقبة جبر بقول لك 8 اشهر عشت تحملينها لما سوبت بطل يشوفني. كان حياة أبوي هذا لا بيعجز إنه حط الفرق ما تخاف. والله راح جاب لك الشاحنة صليب وحملها روحنا رجعنا عين عريس مية وحطب. رجعتوا على عين عريس؟ آه رجعنا عين عريس بالله. صار الله يكرمك خلعوا منها السناسل وعم اللي هو عرفات منا بابني حجر بابني رجالي بابني طول كل اسمه ده بنى سكيفة إله وسكيفة لعمي اللي بعدها بات مرته أبو سعيد. ظلنا إحنا أعطونا الشادرين وثنهنا أبو الله يرحمه كان عتنيتين والله العظيم رأسك عندها إجريك هناك سلامة قيمتك وإجرينا أنا وأخوي وأمي وأبويا نقع انهار المهنة بن عمي لما جدي من المالح على اللي على شو اسمه؟ قلت على الغيرت بس السيمة يتفتل زي الكبدة. والله بعدها سووا لنا سكيفة بعين عليك؟ نكنا حجار من فوق
حجار من تحت الجبلية، وسحبت أمي من دار أبو سامي شجرة وكرطناها وحطوها بعيد عنك، وطين غرف زيتون وغرف بتاع وما تكش غسيل، وسويناها سكيف رحيل. طيب أظن لها كيف موجودة هي غير بعدها الوكالة صاروا يتعرفوا على إلى شادر السيد العزيز سووا له بنو. إحنا 50 نفر أعطونا غرفة. بعدها أخوي الله يرحمه ساوى أخرى غرفة، ما هي طول في طول جنة بشي لحضر ونسى هالكيف صاروا يسووا عجار بعدها. وبعدها الناس نخلي لك أولادك عمرك تحطب حطب وتخبز على الحطب وتطبخ على الحطب في عين عريس، والله لنا فرقنا عشان الحال. وعنابة يلا خلي لك عمرك ما سكتت الرمل اللي في مدفعها كده، وكل بكين حسين الشرايط اللي دادوا وحطوا في ندف الشحن زي المكو يحجر فيه أهلي يحجر المكو يرسوا على أجل كابوب. طب ما هو ما كنتش حدا الله ايش أكثر أكثر. بس نرجع لعنابي، بس من عين وين جيت وانت جيتي على الجلزون؟ أنا جيت على الجلزون أجابوا يعيد على خالته هي دارها مترع عند مصاف دار أبو مظفر يا سيدي. اتفقوا 57 اتفقوا وتجوزتي. تعال خلص روح دار الفاتحة بواحد الله يرحمه. ودي معكوش خبر؟ والله أنا وأمي في حد شهورة لا دار وسامي بنزرع في البطاطا اللي بكل حماية ورا أمي وحماية زي الضرائر الله يرحمه. الديوش الديوش أفهم عجبوا السواد أنا بالكرداد روح أمان الكامل على سواهم على أبوي. هيا فاطمة المفتاح والله ما في نهاري بسند. يعني جيت على الجلزون بس عشان اتجوزتي؟ لما اتجوزتي جيتي ولا ابديلت طيب. الله يرحمه مبروك 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 أجد على الجلزون وأني قعدت في الجلزون وهي أبو خالد أعطاك عمره وأنا ظلت تعيش يوم تعيش أنا مش فرمت من الشبدك. طيب بس تعال نرجع لعنابي تفضل. قولي داركم تعرفي وين داركم محلها وفي شكلها؟ يعني بعرف وين بعيد عنك العطل المكبرة مكبرة البلد لأن النشر اللي كبر المكابر بريها للجهل مكابلاتني المكبرة هيها العطر منها لكملة شوية لحظة العطر وين؟ أنا بعرف المقبرة العطر في الوجه الكبلي طلع الوجه الكبلي من المقبرة والعطر ببين أي نعم تحت بيكون تحت مكبلها مكبلها أحدودها هاي بتهودها من المقبرة ومن العطر اللي جاي بتكبر دار أبوي والنوادر دار أحمد علي منها وفوق ودار أحمد جودة أبو نايفة مننا ولا فوق يعني محادة الكبور بعيد عنك إحنا استعملها من تحت بتهول هاي دار أبوي ودار علي ياسين ودار أحمد عيسى وبعدين بتهول نوادر دار أبوي بكلوا لها خارطة النوت شو بكلوا لها؟ خارطة النوت الأرض يعني اسمها اسم خرط أرنوط خلت أرنوط خلت أرنوط لخبطوها بعضات خلت أرنوط بتكون من البيادر الله بصلى على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين بتهود هنك بأمرك بتهود شوية إلا هو خلت الزيتون كلنا خلت دار وهدان خلت شويرة وعر يا زلمة هذيك السنة جدارة فيها بيجي 12 يوم ما رحت معها بالصمير أنا ليش بسألك عنها رحت سنة سنتين ثلاث كيجي يأخذ من هان ملا التعية هذي ملا ليش كان رطل زيت يعطينا والله
الله كان طيب الله طول عمره، كان ميت الله يرحمه، هيو ضعيف. طيب الله سهل عليك، ما بعرفوش لا. قصر. آه تعرفش. الأم اللي مغير. اللي مغير مش. وش من الفحم كان لي. طيب طيب. آه والله. طيب وشو خرب حوالين داركم المدرسة والجامع؟ في بكى مدرسة قديمة بالبلد صح؟ المدرسة القديمة على حدود العطل. مش ترى دارنا. دارنا احنا لغربة شوية. غربة لسامة. بتهون وسع يعني. تكون زي البر. مش محشورة بالنص اللي هذا. والمدرسة بكت في نص البلد القديمة؟ المدرسة على العطل. بالضبط على حدود العطل. ومبنية يعني بكت مبنية غرف وحجر يعني هذه انت غشيم عن بلاد من زمان كل لك يعني هاي هاي اللي البلد جديد في المسارب هذيك اللي كانت عندها. اما القديمة بكت ايه نشلي وشها. بكوا هالاولاد يكروا والناس يا ابن عمي الحصيدة وتحل من الحصيدة استعلي مثل في الاول ولا في الثاني يركب ورا على اللوح ورا بعيد عنك البغل ورايحه مو واللي ما لش اهل والله بنات ما كني درسن مالك انت انت تزرع اول شيء الشعير واللي هذه اللي بتاع هي حبه عدس وتزرع ترسنه وبعدها تزرع القمح شايف بعد القمح تشن شويه تزرع اذرع بعدها السمسم والله ما رزت ربي الكيكات هيو على حد البرية إنه واد غزالة 30 دلم حتى 30 ولي الكاتب شو زارعين له لما نروحت على عنابة عنب والعنب تركز غير هالكب بهرب تحته وبصير لك هالعنب مشتة على تعية الرفاع خلصان الرفاع وبتلكت منه أول ما تروح الزيتون بتلك يعني توالي كان يقعد مع بسامير لشهر واحد مش يعني يوم يومين برد يسوي حشره شو؟ وانت رحت على عنابي اول مره بعد ما بعد ال 48 انا زيارات بكون سجل وما رحش وانت اول مره رحتي بعد قديش؟ يا ما نجحك وربحك ما كان جايب هذيك البنت الصغيره ما كان معي نخب والله بعد 20 سنة ولا أكثر من 20 يعني إيه حصلت تلام أبو سمير يأخذ من هنزته يأخذ حد لك هنزته واللي يسوي زيارات ويلا على النبي صالح وزيارة بدرنه كان أنسى فأنا شو بدي بها الغلبة خلاص أنا الثالث ومش الله ما هو بمشي طمر يا ابن عمي صدق وآمن بالله إنهم اليهود منعوا الأمر بدك أقول صليب ثمانية من صليب أظن عيرك زعتر هالكد في يدها لقطة والله اللي لبشرك هالكفر هج بطخ بطخ كنت شيء أطخ الله أكبر حسب جم كبني عليك البعيد لما هو أنا ولا اسمه بتأخذهم سنة شلين والله خلنا نرميهم قال هذه للبيكة بدر الشبيه ممنوع في قانون ممنوع علاقة زعتر بس هذا الحكي جديد يعني وانت اي سنة؟ هي كبد والله اللي بيجي الثمانينات اي بيجي 10 سنين ما راحوش استوى بالصبير استوى قولي لي في بالبلد بكى دار لها درج دار طبقين في دار منه دار ابوي مضافة كل لك باب المضافة كتعلم العلم منك الحمارة بالك مطلتها بالكتين مضافة وبابها لمونة والله لمونة كبيرة واجه صندوق العجب أنا مجدة دير بالك تحط عينك هيد تشوف كل شيء تشوف فزعة عنابة باللي فيها أنا عاد إلي بقول لك هذا اللي اسمه عرفات الله يرحمه بكى يموت علي الساعة شكله صغيرة يحملني كذا ويقول دشر هالمسخوطة يا وش تعبت أخوه هذا عز من عناية مش متجوز عادوا عجل بيحبوا الاولاد الصغار واجد هذا اللي بيلعب على الحبال ايوه نصبوه ما شوف شهوه دار حمايته للجامع
دار ابو لزلمتي. والله العظيم ما بدي اخاف، بديش اقول لك مثل هذا الحبل ما تصير باب جامع هذا اللي هنا ويمشي يا خيي. قال ودي ابو الحبل طول الابره من تحت وكل الناس وهالجمز وهالكباب رجعوا كان عنا. طب كيف اتفرج انا وعايد واتفرج؟ طيب. عمني عمي على ركبتي انا والله ركبتي. هذا بعنابي؟ في عنابه قبل ما سقطت قبل. وصندوق العجب ادف منظف الدرب ويا قبل. شو بكيتوا تسمون هذول اللي بيجون بيلعبون على الحبال؟ يا خي احنا درس شو يقولوا لهم؟ يلعبوا. مش النوريات؟ مش النور؟ احيانا دار النوريات ولا هنج ولا والغزريات؟ صار منين نجي؟ ولابسات بعيد من الله تعب في جريهم. طب كيف يمشي هذول على الحبل؟ فنانات ما هو اظنك يجي مره واحده اجوا ولا كل سنه وكل لا خطرة ربها. بعدها اجى لما كنا في صندوق العجب كان حطوه في مضاف الدرب ما حطوش لا في علية دار سليم ولا في علية يا خيدة. كان على المضاف عشان عليها عرجة كبيرة مظبوط وسيعة صح. يعني بكى في عليات بالبلد بكى في في ثلاث عليات في البلد، دار سليم واحدة ودار صلى سيدنا محمد أبو عبد واحدة ودار عرس إنساني بقول لك صرت بدي تصير تو دار أبو بلا يا ولية هذا اللي بروح يلطط على أبو سليم الكسدي واحدة بعد هالسدك وآمن بالله دار أبو إلى ما طلعناش الكت هذا بتاع الشميمت والله ما رد دار أبو يظهر المغارة هذا تبع الشميمت والله إنهم أجوا أكسيدي كل سنة يجوج سنين منين يسدوا حك الجيزة أنت تروح تتسيا خيلة بنت وبنت البنت أواعي من الحالتة لما يجي السمسم شاحنة والله يطولها البرندة يجيبوا عتاتلة معاهم تيحملوا السمسم ياخذوا عبد الجليل سلام أيوه في الرملة داره ويبيعوه ويسدوا الحالته بدال التسوه كل سنه سيد سنه بعد سنه جوزتني مصطفى وعرفات اول سنه عثمان وعبد اللطيف ثالث سنه هذا اللي رحتوا عندها بعد هذا لك الكبار جوزت جابت بنت في البلد سمتها سميه سماها سيدي ابو وين بك سمي غسلت همي كانت لها تروش عند المشنط من الهوى غربي حطتها شاشة جنبها وراحت أمها دي كانت ملفوحة ماتت ليلتها ماتت من بلد البنت بقول لك بكم دي مساوي ربي بيار بيارة محمود يونس بيارة دار ياسين بيارة عمر شاهين هدول بيارات إن مارس مسيحة بطلع 50 دلم الأخرى للبكي زمان على زمان جدودنا يجوا بدهم العشر والميري بعد بردرتشيف هالفكرية ما لهم مشتاكة يجوا للي بتهم مريك مشان الله ابن عم ياخذهن اي صاروا عاد الحمايل الكبار والله بقول لك يشهد الله هذا مرسد كيكات وهذا غزالة بك مزرع شمل من هذه الشحلة مش بيقولوا لها هي زي العصفور المعدن والله العظيم سبعة مصاروة وجم سريس أم عرفت عمها بيطلع 30 واحد ذبح أبو سعيد الثني طلبوا يهلكم يا هذول يا بلد ستها هذول بغدين كلها الحصادين اذبح الناجة الدخمة رب الله ذبحها أبو سعيد وقطعها وطيح الدشت هذاك وردوها شو يا رجل والله المطبرة بتاع ربي زي الغرفة هاي أي لها باب صغير هكذا بيشدوا
بعدين بنديروا من السكر. ايوه. ولها غطاء تطبخ عليها. هاي بتسموها مطمورة ولا خالية؟ مطمورة، مطمورة. وبكت جنب الدار؟ وجوا الدار. اه. هاي دار، دار ابويا دارين. وهدول اللي خوي فيه الرواية مش تقول علية. الغنم بعيد عنك. والهذا تحت راوية. والبقر الحرثات تحت الراوية الثانية. والزراير كل واحدة تقعد على المشطبة. إيه وعيالك نام تقوم فوق. والله ستي بكت تسوي 120 كرن جبن. بس الكتم ظهرها ما تقدرش تسيل. كتروشين بك عند ربوي. آه نزايد. من شرق الأردن. والله وحيات شرفك على الطير لما شافوا عمامي رايحين يشغلوا ما بتجامع مهبك وكهد الناس. صار اني عايتوا هذا لك الكطرش اللي بكوا عدره لي. واخذوهم وسووا لهم أكل واكرموهم. بعد ما طلعتوا من عنابي. بعد ما طلعتوا وكان في حيان عريجه. اه طيب متذكر الجامع تبع عنابي؟ لا متذكرة. كيف مبني كبير شيء؟ مبني حجر. حجر؟ وكل مفروشة حصر. مكان زي هذا السجاد والمجاد. حصير. حصر والحصر منين هذول؟ يشتروهن من الرملة. والرملة منين يا أخي؟ من الفتحية. عين تراهن ينزل الفتحية. ويبيعوا. اه والله. والجامع بكى له قبة أو ميدني؟ اه ميدان ودنه. لا بكى له برج ميداني مبنية؟ اه ايه لا دولية مش زي هذول يعني معروم فوق اه لا بكى مبني شيء على السقف. اه مبنية كبة يعني اسوى من هذا شوية. اه كبة. اه كبة. تكون ولي ولي والى بس تلك مفروش حصر. اه والحصر بيض. نعم. والله يجي. وبكى بالبلد بس جامع واحد؟ ولي جامع واحد. اه وبكى اخرى ولي ثاني غيره ولا بس هو؟ اه ولي اللهم صل على سيدنا محمد يقول له الشيخ شباب وولي بيقول له الشيخ حمد الله وولي اللهم صل على سيدنا محمد باب دار دكانة محمد جابر وشو اسمه هذا واحمد ابراهيم ثالث ولي هناك. والولي بكى له غرفه بكى له مقام؟ اه فكان يروح لذوينه أظن كل الشيخ حمد الله دستور من خاطرة كان زعيم لما تروح تدوي لما تروح الزيت والزيتون وجد كان روح يدوي بقدرة الله. آه. بس الزيت. آه. مش بشمع زي اليوم باخذ الشمعة وباخذ المدرسة لا والسراج هالكد هيد أبصر وشوف وخار والله ما أدري إحنا صغار ما كانش خلينا نخش اطلع مرة اطلع مرة وانتو صغار شو طيب انتو صغيرة شو متذكرة من عنابي؟ شو تساوي بالأعياد؟ شو تساوي بالأعراس؟ يلا خلي لك عمرك احنا صغار يضحكين علينا الكبار الى قتلنا لما تكبدني ربيع ورد وبتاع وسوينا لنا كان صفات هيك هيك وفيها الورد الحمر يعمل لك تاج؟ اه كانوا تراوح الواحد اه جايبه لابسه البر لابسه البر كانت شو بدك اه منيح اخرى اه شو كانت اخرى تلعبوا وانت صغار؟ نلعب ونروح نسرك من المضافه كلات هين هالكد شو تسرقوا؟ نسرك اللي الحلو كلات هالكد حبير اه وياخذ لنا البنات اللي اكبر يسر لهن ياكلن فيه ويساعد اني نرقد حوته والله والله اني انا يا لم جنبك ضحكين علي مهم فكريه سلام جنبك لما تخبز امي ولا ستي ولا مرتي راح اجيب لك اخي ترغيب نعم علي وانيسه ونعمه وكلهن هذول كبار اروح انا عليه احط رغيفي سمك خلك تشك على الوعد. من وين الرغيف تسرقيه؟ من دارنا. اه. من خبز ستي ومرت سيدي ومرت خبز امي. ويضحكن علينا كان يساوون هن عاد يشتروا طحين خبزهم ابيض. احنا خبز قمح. القمح اللي خليك بظل بلا كفا مزه.
يعطينا زي صباح كان نغمس هذه بدا نرغي نغمس فيها هذا وشو صغير هي اشي بتبرك حلو. طيب وغير اللي صندوق العجف وهذول اللي على الحبل بدك يجيبوا خاص سينما على البلد جابوا مره اشي يعرضوا سينما فيلم لا 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 لو حشها جابك جابين قبل وطلعنا يا اخي من البلد على دوة دير هتسين وهم صار المنعي البعيد عنك ما يجوش من البلد من غربة يلفوا اللفة من تلا عيني البرية ومن تلا الكباب يجي البلد من الشركة وعم أظن يمشي الباكي معهم خاف الله رجل من عربك لأنهم طب مش عرفهم هذا الدار بيعش ألا بأسد الأمل لها العاجة متو بكيتوا صرتوا طالعين بكينا بكل لك روحي بات وتحت خربة كاسمية مش يوم مش يومين مش ثلاث ولما سطت كوبانية جاجر ظلنا مستمرين وقاعدين أخرى والله يا أخوي الله يرحمه أبو فاروق راح مع أول الفجيعة جاب جاجتين بيض فدي هذه الجاجة فدي هذه الجاجة وما لصمي إلا خربة كاسمية وطبختهن أمي ما أعطتهن وطبختهن كانوا هذا جابهن من البلد؟ جابهن من الكمبانية لما سقطت اللي راح في أول الفجيعة اللي أخذها ما لصمي واللي راح متأخر كلها عدوك مية طب قولي لي بعد ما طلعتوا من البلد بكوا ناس منكم يتسللوا يرجعوا على البلد يجيبوا وراء والله الله خليك بكوا والله أبو لها أبو مظفر إنه جاب اللجن وهو حماي بيكبأ أبو مرته أخذ منه شرين وجاب لأبوي أبو عين تبرسوه وساكوا على هواء وشاشة الحطة كويتية هاي بتكب تكبب وصدقوا آمن بالله إن 15 ذراع البس أبوي بكى يا بفت يا تبت السمر أهوال الروزة بفت وأهوال السمر تبيت والله العظيم جاب لي ياهن حياة عمي عطى أبو ما لنش ضل لنش عدها لما بقوا يتسللوا بقوا يلاقوا يهود هناك ولا بقوش يلاقوا يهود؟ لا بالبلد بكت الحفة يا عيني تلاقيهم الحفة بعد خطرات يلاقوا كثير تسللوا جابوا قمح جابوا قمح وجابوا اواعي وجابوا وكلهم رجعوا بالسلامة ما حدا استشهد ما حدا اليهود زرطوه يا يلا خلي لك عمرك بقوا يجوا تني تلاقيهم الحفة وين؟ هان في واد صفة راح أبوي وعمام الثلاث أبو سعيد واخذوا معهم أبو حسن الصغير كان مشان يسحب الجمل وحملوه فتحوا المطبورة وحملوا اشهد الله وحملوا كد ما يحملوا عشتوا في مغرب من الدار لكتهم الحفة شو الحفة؟ الحفة من قطط من جيش الأردني مش من المنظمين الكبار التفل يا بتحط 100 دينار يا ما بتحط الحمل قطم الحمل ابوي قال لي احنا رحنا نجيب حبه قمح ومالنا وتعبنا الله اكبر 200 كل احنا يا جماعه الخير نعم والله رد وين بكينا احنا بكينا يا اخي الساعه بكنا في عين نطوخ في الحفة مين هم الحفة؟ لا يتقول لي يا مجموعة المتطوعين من شرق الأردن وخلين صاروا ينهبوا مش جهة نظام زي مجموعات مسلحة يعني مش اليهود قتلهم بيدو نشرنا بيدو هذول إذا قلت لي في ثلاثة من المتسللين من المتسللين اثنين الحطاب الحطاب سيدي الولد هذا بس اشهر سيد أبوه سيده سيد أبوه وفي روحة اسمه أحمد بدوان أيوة أول طلعوا سنة 1951 أيوة راحوا من هان طلعوا من الجلزون وراحوا ما رجعوش
راحوا على البلد يجيبوا اغراض ويشوفوا البلد وما رجعوش واستشهدوا وقتلوا ما قدروش حد عرفتوا مصيرهم مين اللي قتلهم؟ قتلوهم اليهود، قتلوهم اللي قاعد عندهم هذول الحفه، الحفه الاخرى ما كشطوا كميات كبيره من المنطقه صاروا كشطوا الناس بس الاحتمال الاقوى انهم اليهود قتلوهم عشان 51 ما صاير اتفاق الهدنه امور مرستك انهم اليهود قتلوهم يعني ما سمعتوش اخبارهم من يوم ما طلعوا بعدها لما انقتل هذول ما حد طلع بعد 51 يعني من كثير من الناس لا بس كيف تاكدت انهم قتلوا؟ كيف تاكدت انهم قتلوا؟ يعني ما رجعوش ما رجعوش ما رجعوش ما بنعرف مصيرهم مجهولين لليوم يعني اعتبروهم قتلوا خليك امرك من الحفه كانها من حافي وفي اخر واحد قتل سنه 1955 كانوا ينزلوا عمليات على اسرائيل الابتدائيين شيء ثاني اللي بحكي عن اللي راح يجيبوا اوراق من جبل الكفر يزيد الكفر والله كاشتوهم يا بني خلوهم لما يصطفوهم ما يخلوه يروح الواحد بشريطه لما ملكوهم مش روحوا بحملهم احنا بكنا عين انطوخ يعني تقولها مشوار قريب والله العظيم سيدي 100 نعجه وحمايزه يا 100 نعجه اللي انباعن بثمان ليرات بعشر ليرات بتجيب منش سطحين حماي يعجلوا دار ابو هال ويعجلوا دار عمه ويعجلوا اخرى ناس ويعجلوا دار اخوه لحماي ويعجلوا مش حماي بديلتي وزلمتي والاختير يا اثنين تشتوا تشيس لما يشترون الصبح تشتوا الصبح ويحبدوا من عجابعوها ضربوا يجي 50 نفر يجيبوا تشيس يعجن بالصبح تشتوا يروح يبيعوا من عجب يجيبوا بدال هاي الأزبار هم يرجعوا يستللوا ويجيبوا من غراسهم بعدين ما جابوش الحفة يا بتحط من أنا 100 دينار معين 100 كرش معيش وباع الغنم وباع وراح للبكر وراح كل كسر الطويل والله اندبح في ريحة تلب شوف لوين وصلوا عمامهم مجادوا فيه كان بتشرب نرجع على البلد نرجع بلد شو رايك نرجع على البلد الله يعاك سوى سيدي وابويا كان حزب مطاري كان مشان وهم يدرسوا يضربوا الثور مشان ولا بعيد عنك البغل يمشي كان الحزب هكذا وعبنا هالشيء اسمه رمية وشوير عنا عريحة طيب بنرجع لعنابي برجع له العنابي الله هذا شيء في رأت الله يا أخو بل ما دام انت ميري عربك هيك الواحد ما جاء شكا طب انتو بسجن سلامت في مكان بدي السياسة والأخبار كتت كتر أنا وأبو خالد لما يقيم ملك ياما عشان عشان تدور نجم ولا راح أطفي التلفزيون الأخر يبقى الشيسي والشيسي مش إحنا اليوم جوم ماري هذا سكيفة هيها يقسم بالله العظيم طلعت لحماي وحماتي وأنا البنت تشميرة سمكة جيبها جديد كان متجوزين جديد ما يهمش طب ما احنا ثلاثة أخذها حماي غصب عن اللي ما بيرضى لخمس انفار مش مهوب أنا وأبو خالد ما ناسك هاي شايف انحسرت 14 سنة راح ولد من الولاد انحبس شايف يا والله اللي شفنا عذرين ما شاف 14 سنة وهذه متشرة من غير اليوم أجا ابن هالحلال لما الله فرج عن الولد يفتحها من الداخل الاخرى صار محمي ايش يا با ايش شوف ريحته انا قلت الحمد لله بحط الطابون فيها واخبز ايش ميه مزت السقف حد ما شفت الجن على الهوى والله الهوى مزت على الارض قلت خربت يا رب خلي عبد السقف مزت قال يا حليلك ما هي بكت مضغوطه شايف 14 سنة طيب دشرك من هون بدنا ندشر المخيم بدنا نروح على عنابي تبني ضارب عنابي تسكني بعنابي شو رايك؟ عاليوم يا من دارك عاليوم يا اخو واليهود اللي حواليك شو نسوي فيهم؟ شو بدي اسوي؟ والله بنسوي فيهم غير ربنا اجوا من هالمذربين بدهم يموتوا
وكل واحد ضرب رام الله. كيف بدنا نسر عبد العالم؟ كيف؟ كيف؟ إذا ما تشلتش أنت وأخوك وابنك يد واحد هذا ولا هذا انتصار إنشاء. يعني أنت فاقد الأمل؟ ما فيش أمل؟ أنا مش فاقد الأمل، الأمل في وجه الله. لما ربي يكسر الحي الحي بموته، ولما ربنا سبحانه وتعالى يقسم الاشي الميت بحييه، كل اشي براتنيا ان شاء الله. والله والله شفت ايام ان بعيد منك مسكة الجري هذول، واحنا مسندين نجري على الصليب مشان نركب. ما هو انت سلامت كيمتك بتتبهدل وتشن بطيخ وغيرك معيش خبر. نعم. لما سقطت هذه بس تحت الجبل اللي سد سكيفها ان شاء الله ما كان مستعد يدريها، وغطتها وكان حماي هودوا فيهم هودوا في ولادة جاتهم تحت مرة. يقسم بالله العظيم وهي سد الدرب غير اليوم 14 سنة، وهذاك اللي قبله سنتين ورد أخرى سنة في النكب، وهي هالكتب كسر بصل والله لا إلا شهرية ولا إلا معاش. بكى عند أتم من ماكنة واختها الكبيرة اللي علمته بعد ما طلعها من السجن. ما بتطلعوش على صاحب المصلحة وعلم خادم الشعب وعلم سلامة فهمك ضحى بحاله وبحواله، راحوا اتوظفوا في السعودية وتوظفوا في مصر، توظفوا جهنم تكحفهم. ما بشفكش الواحد، مش فاكس على اخوه، مش فاكس على ابوه. هذا احنا اللي احنا اللي ذبحنا، واللي لو ان يد هيل كون رب سبحانه وتعالى بمحيهم وبحيينا.